لأول مرة مع إناس سلامة الشواف نجم النهاردة أحمد حلمي. وانتوا طيبين وانت طيبة يا إناس، ويا رب إن شاء الله كده يبقى من أحلى الرمضانات يا رب. هو مبدئيا الواحد ما بيحطش خطط طويلة المدى لأنه الواحد مش ضامن، يعني مفيش حاجة مضمونة، حتى يعني العمر مش مضمون، ولكن التفكير مش عيب إن الواحد يفكر هو نفسه يكون فين، طبعا على افتراض إنه عايش مكمل شوية. فطبعا بيبقى في جزء من الحكاية ليه علاقة بإنه الواحد يحط خطة طويلة المدى للمستقبل ولحياته، ولكن أحيانا الخطط دي بتتغير وفقا لرد فعل الناس، إنه ممكن واحد يعمل عمل وهو عارف إن اللي بعده مثلا نفسه يروح فين أو إيه أو إيه، فاكتشف إن العمل اللي اتعمل ده هو يغير لك الخطة شوية. ولكن بشوف إنه بيبقى فيه مش خطة واحدة، هما فيه خطتين أو ثلاثة فوق بعض كده، إنه في خطة متغيرة على مستوى صغير، في الخطة اللي بعديها، في الخطة الأكبر إنه الواحد ينجح مثلا. يعني أنا عايز أنجح، أنا خطتي إنه أنا نفسي ما تحددش ما تصنفش، أبقى بلعب كل الحاجات، بلعب كل الأدوار، الناس ما تزنقنيش في مكان معين. فدي خطة عامة، وارد انه جواها يحصل تغييرات، فانه انا كنت عايز اعمل الفيلم ده مثلا، وبعدين اللي عمل ده بعديه نوع تاني خالص، فالتغييرات تخلي انه لا معلش اعمل شبه العمل ده تاني، مش شبهه اقصد، يعني اعمل نفس الجونر نفس النوع، كوميدي معلش لا، واضح ان الطلبات انه اعمل كوميدي تاني، فهنا بيحصل تغيير جزئي جوه الخطة، انما الخطة العامة اعتقد انها ما بتتغيرش. بالنسبة للأشياء الواحد مثلا ممكن يبقى داخل حاجة وبعدين يحصل فيها عكوسات أو تقفل، أنا من النوع الصبور جدا والمصر جدا، يعني لأنه العملية الإبداعية هي مش بتفتحي ظرفة تجيبي حاجة وتقفليها وانت عارفة أنها موجودة، أو أنك يعني هي مش حقائق، هي مسألة بتبقى ليها علاقة بأنه الفكرة هتيجي إمتى أو هتيجي إزاي، لا ليها معاد ولا ليها تاريخ. فلو يأستي من فكرة عدم وجود الفكرة أو الشيء الجديد هيحصل لك إحباط. طب ما هي ده شيء مش مبني على معاد أصلا، أنا ممكن أقعد شهر أدور على فكرة وما تجيش، هنا وارد أنه أيأس. لا، هي معادها أنه ما جاش لأنه هي ملهاش معاد. فأنا صبور جدا في أنه لا، دايما مؤمن أن الفكرة هتيجي. طب الفكرة جت ثم الشغل على الفكرة مش مطلع قماش زي ما بيقولوا، برضو ما بيأسش، لأنه في النهاية هو ما فيش معاد، هو الشغل والإصرار إنه هيجي المطر، إنه هينزل المطر، طول ما في إيمان إن في مطر هينزل، طول ما أنا ما بفقدش الأمل أبدا. عشان كده أحيانا بقعد أشتغل على حاجات وقت طويل لأني ببقى منتظر، عندي الأمل الكبير قوي في إن اللي أنا شايفه ده مش سراب، ومؤمن جدا ان الافضل هيجي، فما بيأسش. وممكن اقعد اشتغل على حاجه 5 سنين ما عنديش مشكله، بس هي معادها ما جاش. لاول مره مع ايناس سلامه الشواف نجم النهارده احمد حلمي. الانطباعات الاولى تدوم، دي جمله مهمه ولكن مش ما بعتمدش عليها بشكل كبير، لأنه الانطباعات الأولى تدوم. أنا عارف إحنا بنتكلم عن الانطباع، الانطباع ده بيتفرع منه، ممكن يجيلك انطباع من شيء شكلي، إنك تشوفي حد تحكمي على شكله أو على مستوى المادي أو على مستوى علمه أو على مستوى ثقافته، أو فلو أنت حكمتي بالانطباع الأول وارد إنه مش وارد، ده بيبقى بنسبة كبيرة جدا إنه غلط، لأنه أنا ممكن أحكم على حد على مستوى ثقافته مثلا وانطباعي الأول يدوم عنه، فيطلع أنه هو يحمل من الحياة ثقافة أكبر بكتير من الكتب. فالانطباع الأول يدوم، يعني مش بعتمد عليها بشكل كبير قوي في حياتي، ولكن في بعض الأشياء أنه ممكن أخش مكان فارتاح نفسي، ده انطباع أول، أرتاح نفسي. فانطباعي عن الحاجات اللي جايز مش ملهاش علاقة بالإنسان ممكن تدوم، انما لو ليه علاقه بالانسان لا، ما بمشيش بالمنهج ده في حياتي. في وقت ما طبعا كان بيتاخد عني انطباع جايز ان انا مثلا متكبر، بس هو ده لانه انا من النوع اللي بيبقى، عشان انا من متربي دايما، يعني كنت متربي في بنها، وطبيعه الحياه كانت مختلفة شوية عن الصخب بتاع القاهرة والانطلاق والواحد يخش بصدره وكده، وأسرة وبنتغدى سوا، يعني أقصد
فكان عندي ميول شوية خجل، يعني ما كنتش من النوع اللي بيقتحم الحياة، فكنت بحاول اتحاشى اي حاجات ليها علاقة بان انا هتحط تحت النظر او في، فده اصابني بشوية خجل. فالخجل احيانا مع بعض الناس بيترجم مع ان الواحد يتعرف انه ده تكبر، او انه هو ليه ما بيتكلمش معانا، او هو بس الناس بتكتشف انه خجل، انه بعد اول دقيقة لما بتعدي ببقى رغاي وببقى منطلق، فالانطباع بيتغير. لأول مرة مع إناس سلامة الشواف، نجم النهاردة أحمد حلمي. البدايات، لو بنتكلم عن البدايات، انه انا من يوم السبت هعمل، ودايما بنقول كده ونبتدي من يوم السبت، انا من يوم السبت فيه، يعني طبعا هي ده بيحصل لكل الناس، يعني لو انا كسلان فعلا بقول خلاص بقى انا من يوم السبت، بس هي برضو في بعض الحاجات، يعني فكرة الرياضة دايما بتؤجل ليوم السبت. يوم السبت بقى واحاول انام يوم السبت ده واصحى لحد على طول عشان ابقى خلاص يوم السبت اللي بعده. ففي حاجات اللي هي اللي كلنا بحبهاش، يعني زي الدايت، لو الواحد عايز يعمل دايت عشان كرشه ضرب شويه، فهبتدي بقى من يوم ايه ده النهارده الجمعه، ايه ده عاملين فته، لا يبقى خليها السبت، يعني فدايما فطبعا بتعرض للجمله دي كتير قوي في مخي، ولكن لما بتزيد عن حدها لا لازم يوم السبت يجي بقى. في حياة كل منا وهم اسمه الحب الأول على لسان إحسان عبد القدوس. أنا مؤمن جدا بفكرة الحب الأول، يعني بحس أنه حتى لو كان في سن لسه الواحد كان مراهقة أو كده، ولكنه بيكون صادق خالص، يعني بيبقى فعلا فعلا إحساس بكر زي ما بيقولوا. ولكن تحليلي البسيط يعني لفكرة ان الحب الاول هو دايما بيعتمد على حاجتين، لما بيجي في سن صغيرة بيبقى معتمد على الشكل، انه الواحد لما بيشوف واحدة يحس انه حبها قوي من اول نظرة، او الحب الاول، خلينا نتكلم عن اول نظرة بالتحديد، يعني هو بيبقى معتمد 100% 99% على الشكل، على انها حلوة. ولكن لما الواحد بيكبر بيقدر يحدد انه الحب من اول نظرة او الحب الاول ده ليه علاقة بالطاقة، ليه علاقة بطاقة الشخص، بطاقة البني آدم، انه حصل انجذاب روحي كده بينه، جايز يتدخل فيه الجانب الشكلي شوية، ولكن بيبقى برضو في جزء كده راحة نفسية. ده بيجي نتيجة الخبرة بقى، ان الواحد كبر فبقى عنده خبرة، زي ما بتقعدي مع حد بترتاحيله او ما بترتاحيلوش. لا انا مؤمن جدا بفكرة الحب من اول نظرة دي، او الحب الاول، وده اللي حصل لي الحقيقه، يعني الحب من اول نظره كده. العبره بالخواتيم او بدايه المشوار، دايما لو هو مشي كويس ثم قلب بعد كده بشكل مش لطيف، دي كعبالة بتحصل في الحياه. وارجع اقول ان هو برضو بتعتمد على الشخص، في ناس بتبتدي بدايه عاليه جدا او بتبتدي بقوه، ولكن الظروف بتغير مش بايده. لو هو مازال عنده الإصرار ومؤمن فعلا بنفسه، لا هيعتبر ان دي حاجة عارضة، يعني شيء عارض وهيعدي منه. وفي اللي بيحاول مرة واثنين وثلاثة وجوه الإصرار، بس ساعتها جايز يكون ده كان حصل معاه هذا النجاح صدفة وهو مش موهوب، الله أعلم. فهي برضو في الأول وفي الآخر العمود الفقري بتاع الحكاية دي هو البني آدم نفسه، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح. لو اتظلمت وانت صحيح، ثق انك هتعرف تكمل وهتقوم بعد النجاح، هتقوم تاني. لو اتظلمت او حصل شيء وانت مش ماشي صح، فثق تماما انك انت جايز تجرب مره مرتين وهترجع لنفس البدايه اللي هي المحبطه، او البدايه اللي حصلت انه يعني حصل انكسار او حصل ضمور فيها. انظر للاشياء كانك تراها للمره الاولى. متفق معك يعني في مع الجمله دي جدا، وهي جمله يعني عايز اقول انه ممكن تبقى سلوجن، يعني ممكن تبقى زي شيء كده الواحد لما يدرب نفسه عليه يقدر يمشي بيه، يعني بمعنى انه انا عايز انشئ جوايا واخلق جوايا ان الجملة دي تبقى شعار، دايما بص للحاجة على انك بتشوفها لأول مرة. لو الواحد درب نفسه على الحكاية دي هيقدر يتعامل بشكل مبهج جدا في حياته، في كل المجالات. لو انا داخل اشتغل، انا بمثل بقالي سنين، لو انا داخل بشتغل كاني بمثل لاول مره هاخد حلاوه الحكايه دي.
لو انا بشرب كوبايه عصير مانجا وبحس انه انا لاول مره بتذوق طعم المانجا دي، هستمتع كل مره كاني بشربها لاول مره. فهي جمله محتاجه تدريب، انك تحطيها شعار قدامك كل ما تنسيها تحاولي تعمليه. لو مشيتي بيها في كل في حياتك بشكل عام، اعتقد هتحل ما بتحل ملل كتير قوي كان ممكن او موجود في حياتنا. هناك اول مره من كل شيء. لو انا حاولت اعمل شيء وما نجحش في الاول، لازم بيحصل لي وقف التفكير كده، انه هل او قبل ما اقبل عليه، يعني انه ايه ده انا في مشروع او في حاجه داخلها او ما مشيتش، او لازم بقف مع نفسي بشكل عقلاني شويه وابتدي افكر، هو انا مختار غلط؟ هو هي مش ماشيه ليه؟ هو انا مخدوع بحاجه؟ يعني بدرس المساله بشكل عقلاني شويه. والله لو بالحسبة كده والحسابات لقيتها بالشكل العقلاني ده ما تنفعش، فخلاص بجيب بحطها على جنب، ما بكملش فيها. لو لقيتها بالشكل العقلاني نفع، لا بخش واكمل فيها. لأول مرة مع إناس سلامة الشواف، نجم النهاردة أحمد حلمي. أول شيء بحب أبدأ بيه يومي أول ما بقوم، إن أنا من النوم، إن أنا أنام ربع ساعة كمان. اول حد لما ببقى مبسوط او في مشكله بكلمه بتبقى منى مراتي. اول مشروب ببدا بيه يومي بعد الميه، على اعتبار ان الميه يعني خلينا نقول مش مشروب، يعني ده كسير الحياه، القهوه. اول لعبه في الجيم ان انا بسخن شويه، يعني لازم اسخن شويه كده، وبعد كده بخش بقى ايه على حسب اللي انا لعبته التمرينه اللي فاتت، بنغير يعني، مفيش تمرينه معينه، بس هو اول حاجه دايما ثابته في الجيم هي فكره التسخين. والتسخين بيكون على حسب بقى، ممكن تريد ميل، ممكن جري شوية، ممكن على حسب برضو أنا حالتي إيه. أول لوكيشن صورت فيه في حياتي، لو إحنا قلنا أول مرة أقف فيها قدام كاميرا، كانت في فيلا حسن الصيفي، الله يرحمه المخرج حسن الصيفي، في مصر الجديدة. كان تصوير مسلسل اسمه ناس ولاد ناس مع الله يرحمه أستاذ عادل صادق. اول مشهد بالنسبه لي صورته برضو كان في نفس الفيلا، وكان مشهد مع العظيمه ناديه لطفي والعبقري كرم مطاوع، بدايه يعني عارفه اللي هو يعني احسد عليها. اول عمل انا قدمته حسيت انه بدايتي الفنيه هو كان برنامج لعب عيال بتاع الاطفال. ده انا كنت حاسس، هو انا يعني الميول الفنيه موجوده من زمان، بس كانت في الرسم وفي مجال اخر، بس اول ما مسكت ميكروفون وابتديت اتكلم مع الاطفال، انا حسيت ان انا بعمل اول حاجة فنية انا بحبها. انا اعتقد اول عمل الجمهور اتعامل فيه معايا، وحسيت برضو ان ده بداية الانطلاقة الفنية، كان في فيلم عبود على الحدود. الفيلم حطني في حتة تانية خالص خالص، يعني بداية وفرت لي عشرات السنين الحقيقة. فكنت بشوف انه الناس شافتني فنيا من خلال هذا الفيلم. اول طبع بيبعدني عن اي شخص لما بتعامل معاه هو فكرة استغبائي، انه يتعامل معايا على ان انا شخص ساذج او غبي. اول اكلة بدور عليها لما بسافر اي بلد برا، الطعمية. الايام دي لا، ما عنديش حاجة بعملها لاول مرة. جايز في الشغل أول مرة بشتغل مع المؤلف الجميل هيثم دبور على فيلم سينما، أول مرة بشتغل فيها مع المخرج الحبيبي برضو الجميل، وهيثم برضو صديقي العزيز يعني، المخرج محمد شاكر. أول مرة بتعامل فيها مع شركة الإنتاج سينرجي، دي أول مرة في اللي أنا بعمله.